السلام عليكم وصحة رمضانكم. اليوم غادي ندير لكم الشوربة الوهرانية، تبعوا معايا هاد لا فيديو. نبداو بسم الله. هنا عندي اللحم تاع الخروف، ولا ما عندكمش نتوما اللحم تاع الخروف ديروا تاع الدجاج ولا تاع الدند. نزيد عليه الخضرة، عندي هنايا زوج حبات زرودية وزوج فصوص تاع الثوم وحبة بطاطا صغيرة ونص حبة كابويا خضراء وشوية كابويا حمراء، بس كل الكابويا الحمراء هي اللي تعطيه قوة شباب، وحبة بصل. ندير شوية تاع ملح، انا ما نقدرش نقول لكم شحال الكميه، انا عيني هي ميزاني، ما نقدرش نقول لكم ديروا مغرف صغيره ولا، شوفوا نتوما عينكم ميزانكم. نزيد شويه تاع فلفل كحل، نزيد تاني شويه تاع بابريكا، شويه تاع حبه حلاوه، شويه تاع زعفران، وندير نص كوب تاع جامبو تاع ذوق خروف. نزيد مغرف كبيره تاع الطماطم مصبره، ونسقي بحوالي نص كاس تاع ماء ونخليها تتقلى لمده 10 دقائق حتى تطيب لنا هذيك الخضره واللحم مليح. بعد ما خليت الخضره هذه كل اللحم يتقلوا مليح مليح لمده 10 دقائق، دروك غادي نزيد عليهم شويه تاع الحمص. ونزيد ندير ثاني ربطه تاع معدنوس ولا تاع قزبل. نسقي المرقة تاعي بماء دافي ماشي بارد، ناكد لكم ماء دافي ماشي بارد، سينو غادي تخسروا كاع لوكو تاع المرقة. انا عندي هنايا 3 تاع كيسان تاع الماء، كيسان كبار كيما راكم تشوفوا، هاو شوفوا الكاس شحال كبير. انا هاد 3 تاع الكيسان غادي يديروا لي 3 تاع الزلايف، وانتم لا بغيتوا تزيدوا وعليكم غير تزيدوا الماء. دروك نبلع على كوكوت تاعي وندير لها الصفاره ونخلي المرقه تطيب لمده ساعه كامله، ومن بعد من الطيب نصفوها من الخضره ونديروا فيها الفيرميسال، ومن بعد نخلوها تغلي فقط لمده 2 دقائق مش اكثر، سينو غادي من بعد هذيك الفيرميسال تتعجن لنا، دونك تخلوها برك 2 دقائق وطفوا عليها. دونك فوالا الشوربه تاعي صاي وجدت، كما قلت لكم درت الفيرميسال وخليتها تغلي غير 2 دقائق برك مهما تعجليش، شوفوا كي تجي دايره ما تجيش كاع معجنه. نحط في الشوربه تاعي اوريقه تاع النعناع باش يطلقوا البنه، على حسب الذوق، انا نبغي النعناع يطلق فيها بنه رائعه. وصحه فطوركم وان شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم.